في ظل التطورات السياسية الأخيرة في تونس، فما عديد التداعيات على المؤسسات المالية وتضييقات على منظمات المجتمع المدني، خاصة مع إصرار الرئيس الصريح على ضرورة إخضاع المؤسسات المالية للرقابة ولا رقابة على التمويلات لمنظمات المجتمع المدني. حبينا نشوفوا عن طريق الدراسة هذه، هل البنوك شنو الممارسات متاحة في علاقة بمنظمات المجتمع المدني لحد من المخاطر، وهل البنوك عندها فهم بواقع والتحديات اللي تواجهها منظمات الغير هادفة للربح، وشنو المعايير اللي تعتمدها واللي تطبق على الجمعيات باش هكاك كل واحد يعرف شنو اللي ليه وشنو اللي عليه، وكيفاش الجمعيات نجم تساهم جوستمون في الفور الوطني لمكافحة الإرهاب والحد من غسيل الأموال. أول حاجة بينتها الدراسة، على خاطر احنا قاعدين نسمعوا في برشا ان ديسكور متاع الإطار القانوني اللي موجود في تونس ما فيهش برشا رقابة على منظمات المجتمع المدني وما يخليش الدولة التونسية تراقب التمويلات الأجنبية. هذا مش صحيح. أول معناها ريزولتا خرج من الدراسة هذه انه القانون الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال في تونس عنده صلة صريحة ديريكتومون بأنشطة متاع الجمعيات. في الفصول متاعو 99 و100 و102 و106 من القانون الأساسي هذه تذكر الجمعيات بصفة صريحة، يعني والمنظمات الغير هادفة للربح، وبموجب نفس القانون أن الجمعيات هذه ملزمة بأنها تنفذ الإجراءات العناية الواجبة اللي هما يتسميهم بالإنجليزي due diligence فيما يتعلق بالتبرعات والمساعدات المالية اللي تتلقاها، وإلا بالمعاملات متاحة بالاشتراكات متاحة وحتى بالإدارة. يعني الإطار اللي موجود يضبط أنه الجمعيات يزمها تعد موازنات مالية تحتفظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية متاحة، سواء كانت فورما إلكترونيك وإلا فورما بابي، حتى لمدة 10 سنوات. والإطار هذية ديجا يخلي الدولة التونسية تراقب أكثر العمل متاع منظمات المجتمع المدني، وخاصة التمويلات اللي تاخو فيها منظمات المجتمع المدني. مع العلم أنه في 2017 قام كي أصدر تونس التقييم الوطني للمخاطر، كنت تفكر وقتها قالوا تونس ليست نوار اتسيتيرا، في التقييم هذاك متاع في 2017 تم تقييم منظمات غير هادفة للربح كمنظمات تمثل خطر عالي لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. طلبت وقتها السلطات العمومية التونسية أنها تم تفل التوصية 8 اللي هي تعنى بالمنظمات الغير هادفة للربح، وفي الإطار هذاك تم مراجعة التقييم هذايا في إطار مسار تشاركي قامت به وقتها البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية للتحاليل المالية، واللي هو أنتج أنه القطاع ما يمثلش خطر على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. نسمعوا زادة برشا يقول لك الجمعيات، فما جمعيات متعلقة بالإرهاب ومتعلقة بالتبييض الأموال. كي رجعنا عودنا شفنا القرارات متاع وقف الأنشطة الصادرة على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تحديث 4 أكتوبر، نلقاو فقط من 25,000 جمعية 3 جمعيات فقط تم تجميد الأنشطة متاعها، و7 أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية كانوا منخرطين في جمعيات. يعني ما فماش معناها الجمعية ماهيش هي اللي تم تجميد نشاطها، أما الشخص كان منخرط في وسط جمعية. دونك 3 جمعيات و7 أشخاص. في المنشور اللي تم أصدرته البنك المركزي للبنوك اللي هو في سنة 2017 واللي هو تم تحيينه في 2018 يضبط بطريقة واضحة وصريحة القواعد الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر الأموال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. التدابير هذوما والإجراءات واضحة وصريحة بالنسبة للمؤسسات البنكية، واضحة وصريحة زادة في قانون الإرهاب بالنسبة للجمعيات. يقول لك يا سيدي أنه ساعة رقم واحد يلزم المؤسسة المالية وإلا البريد تتحقق من الهوية متاع الكليون دونك العميل قبل ما تحلوا الكونت نتاعو. ثاني حاجة يطلب من البنوك انهم يحينوا المعلومات هذه بصفة دورية على الأقل مرة في السنتين، على خاطر قطاع منظمات المجتمع المدني مصنف ذات خطورة عالية على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وتقول لهم زادة وتقول انه البنوك يلزم تعرف هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد الحقيقي من الجمعية والمستفيد الحقيقي من العملية ولا المعاملة وإلا الشخص اللي تصرف على أساس الجمعية. بالنسبة لهذية نلقاو أنه البنوك قاعدة ماهيش لاقية كيفاش تتواصل مع الجمعيات، وإلا كي تمشي لها الجمعيات تقول لها الجمعية أنت علاش تطلب مني في المعلومات هذا الكل.
بالنسبة للناس اللي تقول إنه ما فماش رقابة على التمويل الخارجي، مش صحيح. راهو البنوك توا في إطار هذية اللي كنا نحكيه عليه، من التدابير اللي متخذتها البنوك الكل بطريقة إنانيم، إنه كي يجي أن فينانسمون إترانجي، كي يجي تمويل أجنبي، البنك شنو تعمل؟ توقف البلوك لو فينانسمون، البلوك لو فينانسمون، وتطلب من الجمعية الوثائق اللي تثبت إنه الفينانسمون هذا لشكون وعلاش والكونترا وإتسيتيرا، وأي وثيقة تطلبها الجمعية. يعني البنكة والبنك زادت تثبت منين جاي مصدر الاموال، وشو عن طريق انا بنك، هل البنك هذايا ريكونو ولا شان انترناسيونال ولا لا، وشكون اللي باعث الفلوس، وانه ديبلوك الفلوس الا ما تاخذ المعلومات هذه. يعني البنوك اليوم في تونس قاعده تراقب تراقب في التمويل الاجنبي وتبلوكي فيه، وما تعطي الجمعيه الا ما تجيب لها الجمعيه الوثائق نتاعها. من الحاجات الاخرين زاد اللي موجوده في اطار القانون واللي اكتشفناها في الدراسه هذه، انه العنايه الواجبه هذيا ما تشملش فقط منظمات غير هادفه للربح، اما تشمل زاد الاشخاص اللي باشروا وظائف مهمه لحساب منظمات دوليه، ومش هما برك، هما والافراد الاسره نتاعهم. يعني هما زاد لي كونت كليون تاع الاشخاص هذوما اللي يخدموا في المنظمات الاجنبيه، مش حتى الحاليين، حتى القدم يشمل تشملهم الإجراءات اللي موجودة. عديد البنوك اليوم في تونس وليت، بما أنه القانون ياسر صعيب في علاقة بمنظمات غير هادفة الربح وفي إطار مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ولاو يقولوا البنوك باب مسكر ولا كريم مشومة، يا سيدي مش لازم نحلوا الحسابات للجمعيات، وفك علينا هوكا اللي عنا ديجا قاعدين نعانيوا معاهم، وخلينا نحاولوا أموان ما يجوغ المعلومات اللي عندهم. دونك الخطر هوني إنه الجمعيات يا إما باش تولي تسكر، وهوني باش تولي ما عادش نمتثلوا للتوصية 8 اللي هي تقول لك إنه يلزم القوانين هذية تساهم في ازدهار القطاع وتحميه، مش انها تزيد تضيق عليه. والحاجه الاخرى من جهه البنوك، نلقاو انه البنوك ما عادش يحبوا يحلوا لي كونط هذوما للجمعيات، دونك ولات الجمعيات ماهيش لاقيه كيفاش، بخاصه للجمعيات الجديده ولا الجمعيات اللي تحب تعاود تجدد الحسابات البنكيه نتاعها، ما همش قاعدين يتعاملوا معاها كيما اي نوع نتاع كليون. صحيح انت تقول لي انا كجمعيه نمثل خطر، اما انا في التقييم الاخر ما نمثلش خطر، واذا فما جمعيات اللي هي تمثل خطر، احنا نطالب الدوله التونسيه انها تطبق القوانين اللي كنا نحكيوا عليهم الكل، وخاصه قانون الارهاب وتبييض الاموال. وبالطبيعه يعني ما نعموش، مش على خاطر ثلاثه جمعيات فقط ثبتت تورطهم بقضايا ارهاب وتبييض الاموال انه نضيقوا على 23000 جمعيه. يعني ماهيش لوجيك الحكايه. الإطار الأكتوال ديجا يضبط بصراحة ووضوح كيفاش الجمعيات يلزمها الإجراءات الصارمة اللي تتطبق على الجمعيات، يلزم البنوك زادة تحدد، يعني ما تعملش الكليون الكل الجمعيات بنفس الطريقة، يلزمها الادابت للتدابير متاعها حسب الكاتيجوري متاع الأنشطة متاع الجمعية. مثلا كان الجمعية تاخذ في برشا مساعدات من عند اشخاص نجم دونك، وهذا ما ينجم يصير الا ما البنكه تفهم اكثر الخصوصيه نتاع قطاع منظمات المجتمع المدني. وفي جميع الحالات ما تنجمش تكون الحل انه نرفضوا فتح حسابات بنكيه ولا مصرفيه للجمعيات ولا اي شخص يخدم في المجتمع المدني، على خاطر بالعكس كي تدخلوا انت في السيستم فينانسي تنجم تراقبوا احسن من اللي تخليه خارج السيستم فينانسي. الإطار القانوني بصفة عامة لينظم عمل المجتمع المدني راهو كامل وشامل في كل شيء. مشكلته ماهيش مشكلة الإطار القانوني، والمشكلة هي في التطبيق نتاع الإطار القانوني. يعني احنا ما نجموش نجي ونحاولوا نحلوا المشكلة بإطار قانوني جديد، لا، إجا نحطوا الموارد اللازمة للدولة التونسية باش انها تفعل الأطر القانونية اللي موجودة عندها، وندخلوا دونز اون ابروش ادوكاتيف تعليمية مع الجمعيات، ونعطيه فرصة للجمعيات انها تمتثل كي تعرف شنو هو ليزوبليغاسيون اللي عندها، اكثر من انه نبدلوا قانون ونلقاو روحنا في مشكله اخرى انه العباد ماهيش تعرف القانون من جهه المجتمع المدني ومن جهه الادارات، وندخلوا في ليزابو والتضييقات واللي هو ما نتصورش يعني انه دولتنا التونسيه تحب تدخل بطريقه ممنهجه يعني في التضييق على عمل المجتمع المدني. النقطه الاخيره هي التمويل الاجنبي. راهو التمويل الاجنبي في العالم الكل راهو يتعطى كيما يتعطى للجمعيه،
ويخضع للرقابة من قبل الممول، من قبل الدولة وإتسيتيرا، كما يتعطى للدولة التونسية في الإدارات متاحة وكل شيء. يعني ساعات نسمعوا أنه الجمعيات قاعدة تمول وتاخذ في تمويل أجنبي وتخدم في أجندات خارجية، يكمش نقولوه الأرجيمون هذا راه يطبق على الناس الكل انكليون الدولة التونسية اللي هي بجميع وزاراتها قاعدة تاخذ في تمويلات، في تمويلات أجنبية. يعني يا باش نعاملوا الناس الكل بنفس الطريق، ما نجيوش قطاع معين ونقولوا اه القطاع هذا يا لا. ونحب نذكر بالدور اللي يلعب فيه المجتمع المدني توا واللي لعبوا في العشر سنين الاخرانيين، وخاصه ان طون دو كريز. يعني تذكروا شنو عملت الجمعيات في الكوفيد، وتذكروا شنو تعمل الجمعيات وقت اللي بالحق فما ناس تستحق انها تعاونها، وتذكروا شنو تعمل الجمعيات وقت اللي كانت ما فما حد موجود، وقت اللي وصلت جمعيات ساعات حتى تعوض في الدوله حتى على المستوى المحلي وتخلق في مواطن شغل. هذا الكون لك على مستوى الإنجازات. غير هذا راهو عدد الأشخاص اللي تشتغل في المجتمع المدني راهي آلاف وآلاف. يعني إنك تجي ببلاغ وإلا بكلام، حتى الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه توا في البلاتويت الحقيقة مش معقول. معناه فما الناس متطوعين زادا الريبوتاسيون تاعهم قال ولات أنجوم هما وعائلاتهم، ألوغ كو هي الهدف اللي قاعد يخدموا فيه هدف سامي يهدف خاصة إلى إعانة الأشخاص في وضعيات هشاشة، وأكثر الوضعيات الهشاشة اللي حتى في معناها إدارات ما هيش قاعدة تغزر لهم. دونك نحسب كلامنا بالكذي.